واضح انك في شعرك يصح ان يطلق عليك الثائر او المتمرد الناعم، يعني هناك روح الثورة ولكن ليس هناك الفاظ ثائرة بالمعنى المتعارف عليه. يعني لم نجد الفاظ احمد مطر او ظفر او شعراء ثوار او ثائرون. كيف تعاملت مع ثورتك من الداخل؟ ثورة الدكتور كانت تنطلق من عاملين، المفردة نفسها أحيانا الجملة تتفجر بشيء مختلف وبشيء أيضا شواظ. حتى ناقل محمد بارك قال إنه شواظ نار تتدفق بداخلي وكأنما تختصر كل أوجاعي في دفقة واحدة. بنفس الوقت كانت هناك سخرية مبطنة مفارقات فيها، وأحيانا تنطلق بهجائية أكثر، يعني خلينا نقول يعني ما أقول بذاءة أو مفردات شعبية صعبة جدا أن تقال في الشارع حتى، لكنه أغلفها بطريقة فنية، فللوهلة الأولى يعني تصطدم إنه هذه هل هي دارجة شعبيا أم لا. كان عملية فنية كل صعبة، لأنه يعني أمام مقولة ماركيز يقول عندما أهجو دكتاتور بلدي علي أن أستخدم أرقى الأساليب الفنية. يعني هاي بقت ذهني لأنه ما نزلت بالمستوى اللي لغة الشارع، لكن نزلت باللغة الشارع بهجاء الشارع بتصعيد حركة الشارع إلى لغة أعلى أسمى، وبالتالي نجيت من هذا الفخ المباشر. واضح أن شعرك فيه الكثير من السرد الوصفي، هل هذا حملته معك من محصلتك الثقافية عبر التاريخ السابق؟ وهل هناك علاقة بين الماضي والحاضر الذي دفعك إلى أن يكون هذا الشعر بمنحى سردي وصفي؟ هو أنا ما جربت الرواية بعمري ولا كتابة القصة بعمري، لكنه كثير من الأدهم قالوا إنه في نشيد أوروك على سبيل المثال قالوا إنها ملحمة، يعني هي عبارة عن رواية شعرية، وهذا أسعدني وما أزعجني، لأنه عملية القص مهمة جدا في الشعر. أنا هيك أكثر، ومن زاد يعني تأكيد على هذا إنه عمل من أدى أكثر من إضافة لابن المخرج غانم حميد وأيضا حسن هادي أيضا عمل هذا، وكثير الآن يعملون مسرحيات بمعنى أنه هي بيها حكي وبيها دراما في هذا النص، لأنه الدراما أيضا داخل الشعر تعطيك مستويات عديدة وتعطيك تموجات للحياة وتموجات للنغم، لنغم الوجود كله. ما هي علاقتك بجلجامش وما علاقة أوروك ببغداد؟ دكتور أو بالوطن؟ نشيد أوروكي الملحمة الأولى في البشرية كما تعرف، ما أعرف ليش أنا في سنوات الحرب المرة كنت أستعيد هذا أوروك قدامش وأوروك نفس المدينة، لكنه عملي اختلف بها. فعندما ترجمتها الشاعر هو هذا العمل، عندما ترجمتها الشاعر جيني لويس اللي هي أستاذة الشعر في جامعة أكسفورد، وهي طروحات الدكتوراه ملحمة قلقامش، هي وجدت أن أنا عملت بالأوروك بأوروك مدينة شيء مختلف، لا ما نقلتها كما هي الأسطورة، ما نقلتها كما نقلها الشعراء الرواد، وإنما دخلت داخل الأسطورة. كنت أتحدث مع قلقامش وجبته معايا في المقهى وتمشينا وسولفنا وكذا، وايضا الزمن وايضا الحركه. انا في زمن نيكال اللي هي كانت مراتي سومر ومراتي، لم تكن هناك طائرات. انا قلت مثلا ابصر نيكال نافشه شعرها ويتجد المراتي وتلطم تمر الطائرات المغيره عليها وكذا، فاربكت الزمن، يعني كسرت حاجز الزمن. هي تعيش معنا الان وانا اعيش معهم هناك. احيانا ينتقل بالقامش إليّ
هذا العصر نتمشى عن وياه شاعر رشيد، وأحيانا لا أنا أذهب معه إلى ويا للحانة إلى سيدوري ونشرب الخمر ونسألها وكذا. هذا العمل هي اللي يعني شجع المترجم والشاعر الدين لويس على أن تعمل هذا الكتاب وأن تقدم مقدمة جميلة جدا، بمعنى أن ما استعملت مع الصورة بالمفهوم المتعارف عليه، كنت أخلط أدخل نص بنص، نص الحياة الآن ونص الحياة القديم يدخل مع بعض يشكل نص جديد. هذا يعني أعتقد يعني أنت عايشت بالقامش، حاورته. نعم وحاورته أيضا، وأقول وحاورته، ولكن كيف تجلى داخل نفسك بالقامش وكيف تفاعلت معه؟ كيف كانت العلاقة الجدلية بين القومين؟ جميل جدا، هذا أيضا سؤال كثير حلو. أنه القلقامش كان يبحث عن خلود وذهب يبحث عن عشبة الخلود، هو يريد لحي الحياة أن تتواصل للأخير. أنا كنت أبحث عن الخلاص لهاي الحياة القليلة اللي منحت إلها أن تبقى على الأقل إلي لهاي الفترة. هو يريد حياة مستمرة للأبد، أنا فقط أريد هاي الحياة اللي إلي. هذه كانت مستلبة وكانت هي محاصرة، كانت هي أن تسرق بأي طريقة أخرى. فهو ذهب لعشب، البحث عن عشب قلقامش، وأنا بحث للخلاص من ما يحيط به للتشبث بالحياة. أعض بالضبط بهذا المعنى، أشكرك جدا، ذكرتني. أعض الحياة بأسنان روحي بالضبط، هذا في بيت. أعض الحياة، ما أذكر بالضبط، أعض الحياة بأسنان روحي مو أسناني، وتمشبث بها كذا لأنه التفجيرات والقنابل والحياة والكذا والى اخره.